انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معونه كله ما يلصقش فوق الجاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق ليك والباقي العيلة، بيديك انتي تحفل وتمنى الميدة. OMS cuisiner autrement. مرحبا بكم معنا في الدب، وهاوكا ديما معنا منك للدب ومنك للفاريات المزيانة والمحليهم، ومنك للألوان والانشراح. شو السيرفيس متاعنا محليه اليوم؟ سيرفيس غرانيت 19 بيس، هاكا اون روج بوردو اللي كوجينتها في البلون في النوار حتى في الروج حتى في الجري، يمشي على الكوجينات الكل وعلى الألوان الكل. السيرفيس متاعنا اليوم غرانيت من عند OMS، وباش تعرف اللي الجرانيت متاعك دو فغي جرانيت لازمك تتاكد اللي هو مطبوع من عند OMS. ما تنساوش باش تثبتوا بالقدا اللي هو مطبوع من عند OMS. كيما قلت لكم السيرفيس نتاعنا اليوم محليه، مشره محلى اللون نتاعو، يجي ويتي الكوجينات الكل ويواتي بالحق معناتها الالوان الكل، الابيض الجري الاحمر، يمشي على الكوجينات الكل. السيرفيس نتاعنا اليوم سهل باش يتنظف، تنظيفه تك تك، ما تقعدش تحك وتعبه في الكوجينه ونهار كامل تعديه في الكوجينه، دونك حتى بحكاكه عاديه رطبه تك تك يتنظف. به السيرفيس نتاعنا اليوم فيه ثلاثة طناجر يكفي العائلة الكل ما شاء الله بالأحجام الكل، فيه مقفول وكسكاس، والمقفول ديجا تنجم تستعمله وحده ما غير الكسكاس نتاعو. فوالا هكاكا هذاك المقفول والكسكاس، وما نساوش السوبور نتاع المغارف المزيان، تنجم حتى تحطه في كوجينتك هكاكا تزين به الكوجينه ويعطي روح جديده للكوجينه. فيه زيدا الكاسارول اللي بختاها، والحاجه الجديده جينيرالمون في الكوجينات نتاعنا ما نلقاوش الكاسارول بختا، الكاسارول نتاعنا اليوم بالخطا نتاعها بون برشا ديزافونتاج وبرشا حاجات عندنا في السيرفيس نتاعنا. القلايه كيف كيف ياسر مزيانه، وبالطبيعه وحنا نحكيو على الديزاين المحلي نتاع OMS نتاع الجرانيت، ما نسيوش اللي السيرفيس نتاعنا اليوم فيه زوز الوان. علاش زوز الوان؟ زوز الوان كي نطيبوا جينيرالمون في الفاتح، احنا توانسه نحبوا نطيبوا في حاجه فاتحه باش تظهر لنا الماكله من داخل باش نشوفوها. باهي انا يظهر لي حكيت لكم اون جينيرال على السيرفيس نتاعنا، باش تكمل تحكي لكم عليه بالكدا والديمونستراسيون نتاعو باش يوريه لكم الشيف حروز واميمه. يعطيها صحة شيماء في الأفار اللي قدمته لنا اليوم دو لا مارك OMS، سيرفيس 19 قطعة ب 449 دينار. ومادامنا نحكيو على الميعون، أنا ما نجمش نحكي وحدي، لازم يكون بحذايا أهل الاختصاص، دونك اليوم بحذايا شيف حروز. عسلامة شيف. عسلامة. مرحبا بيك. الحمد لله. دونك الشيف حروز اللي هو سبيسياليتي إيطاليان، واللي هو شيف في الداون تاون العوينة وباردو، أكيد يقدم في ماكلة بنينة، دونك اليوم كي باش يحكي لنا على سيرفيس دو لا مارك OMS سيرفيس غرانيت باش يعطينا شهاده موثوقه ومضمونه، هكا ولا يا شيخ؟ اكيد جربته انت؟ جربته المره اللي فاتت وقت حكينا مع لي بوال كيفاش خدمنا فيهم. اليوم لقيت كاليتي جديده جايبينها هما جديد، اللي هي تاع دوبل كولور. دونك كيما تشوفوا عندنا دوبل كولور، الفون يبدا كلير بيج ومن تالي يبدا من القفا، دونك تلقاو الكولور الغوز اللي فيها هوني الطابع نتاع لا مارك OMS والتريبل فون نتاع العاده والعويد اللي يوزع السخانه بطريقه متساويه. دونك انا باش نسالك شيف، عجبتك هالكومبينيزون نتاع لي كولور هذيا؟ اكيد الكومبينيزون نتاع الكولور هذيا كيما تعرف لاي حاجه تبدا براها مزيانه ترتح العينين، اول حاجه تربح بها برشا مارياج دو كولور.
علاش؟ خاطر كتايب في حاجه بيضة كيما كي بيج ولا بيضة ولا ديما العين ترتاح تلقى الاحمر الاخضر الكل يطلع منها الالوان وتشوف ماكلتك وتشوف ماكلتك. ثاني حاجه ديما الحاجه اللي تبدا كي تبدا ليجي شويه معناها طايح الكولور نتاعها قد ما يكون خافت قد ما تعطيك الراحه النفسانيه تبدا النجم الطيب باش تسرح على الماكلة هكا ولا اذا تبدا هي بيج وتعطيك زاد حتى الصوص نتاعك باش تطلع تظهر فيها اي التبديله نتاعها مذيه جديده. انا واحد من الناس عجبتني برشا اول حاجه خاطر كي نجم زاد باش نعمل بريزونطاسيون ولا باش نخرج حاجه ولا في عائله باش تحط حاجه الطاوله نتاعها في حاجه مزيانه كيما هكايا ما في ما عليهم كان نجم نقول كان برافو يعطيهم الصحه خاطر هكا الكولور مزيان تنجم حتى تبريزونتي معناتها حاجه بريزونتابل حاجه مزيانه مزيانه الطيب فيسع ولا شيء اكيد الطيب فيسع ما كيما كي نعلم عليها المره اللي فاتت اللي هي القاعه نتاعها راهي مش كيما القاعه العاديه تاخذ لك النار وتفرتها لك على الطنجره كامل. المرة اللي فاتت طيبنا في بوالا مرة هذه حبينا نطيبوا في طنجرة باش نوريهم راني نفس هما بيدهم نفس البوال نفس الطناجر نفس الكسيكس ما تشدش الماكلة تشد. ما تشدش هاي عندي ماكلتي انا مقبيلة طيب فيها قاعدة عندي بالساعة تحرك وما شدش حتى شيء في أكثر حاجة المزيانة اللي هي كي تهز اليدين ديما باردة عمرها ما تسخن في خاطر السيليكون هذاك سينو ترسي لك كشمير في الدار دبر لي كشمير نمشي نجيب كشمير لا ما تستحقش لا ليون حتى شيء على خاطر لي بواني نتاعها اون سيليكون اللي هو ما يعديش السخان ثاني حاجه كيما شفتها هيك ما شدتش تقعد هي بيتها مزيانه كانش مزينه كلش عليها والله تدخل مزين كل ما طيبتش فيها جبنه كل ما طيبتش فيها كيما المره اللي فاتت وريناهم كيفاش بالسويتو كي مسحنا اللي هي نظافة فيسع يعني الحاجة الوحيدة اللي نحب نأكد عليها من برشا ناس في ديارهم عندهم حكاكات الحديد راهو الماتريال او ام اس الكل ما يستحقش حكاكات الحديد يسحق حكاك يترطبين برشا لعترهم فيسع سهلين يا شيف انا باش نعطيك نزيد ونأكدوا اللي هو راهو ينضاف فيسع حتى بسيرفييت ينضاف فيسع هكا ولا خنزيدك خاطر المرميت كبيره نزيدك بابي ما تاكلش برشا هي بابي بطبيعتها كي تشوفيها كيما هي دونك الماكله ما تشدش ما تلصقش المرميت نتاعك كاينها جديده ما استعملتهاش تحسها ديما نظيفه كيما هي تغزل لها هيك بالسيرفيات نجم تمسحها تنجم حتى بال بطرف برودوي هكايا وحكايا تبدا رطبه هكا وتنظف حكايا كي رطبه هذيك صح ما نستعملوش الحكاكات الحرش خاطر يجرحوها. ثالث حاجه نجم نحركوها كان بمغرفه لوح ولا بالمغرف نتاعهم هما السيليكون السيليكون بطبيعتهم مع كل هما سيرفيس عاملين لوفر نتاعهم سيبورت على المغرف سيبور ولا لوش هذوكم سته هاكم هاكم فيها لوش وفيها وحده بتاع قلايه نتاع الزيت وعندهم كل وحده اللي تهز بها اللوش باش ليكيمواري وعندهم المغرفه عندهم الفرشيته باش تعب انا موفرين لهم كل شيء موفرين لهم كل شيء هكا تحب زاد تستعملهم باش تعملهم ديكور هذوك تستعمل مغرفه لوح باش ما تجرحلكش ما تستحقش لا مغرفه حديد لا تقعد تزغ مغرفه ينوكس لا حتى شيء تخليها كيما هي مغرفة لوح ولا مغرفة حرك شوية وطاوعك المغرفة هي طاوعك هما برشا به دونك احنا قلنا اللي هي لا مارك او ميس نعرفوها بالطابعة نتاعها بالطابعة نتاعها نزيدو نقولوا للناس كيفاش يعرفوا اللي هو 600% غرانيت اللي هو ماهوش مقلد اللي هو ماهوش مقلد قلت لهم المرة اللي فاتت اللي فان نتاعي يتبعوا فيا باش يركزوا على السيش هذه راهي حرشة ماهوش كيما الجرانيت العادي معناها الموجود متوفر في السوق تلقاه أحرش من برا ومن داخل كيف كيف رطبة معناها كتشوف فيها كيما هي الخدمة نتاعها. ثالث حاجة اللي هي راي الماركة او ام اس راي رزينة كي تهزها بيدك تحس بالرزن نتاع الجرانيت معناها فما دي مارك اخرين تلقاهم في الجرانيت اما خفيفة خاطر هي علاش الفون نتاع القار نتاعها عاملينه خشين تريبل فون عندنا تريبل فون علاش كان تسخن تشد برشا السخان صحيح الاستيس هذيك هي نتاعها ماهم ناجحين بها راه باهي معناتها عجبك انت السخان انا مشي معايا كان مشيش معانا رانا نحن في الريستورون ما نخدموش به متوفر عندنا بزيت في داري زاد موجود يا عيني يا عيني معناتها الشيف هذايا قال لكم خذوا وعينيكم مغمضه سيرفيس في 19 قطعه ريت ولا 19 قطعه هذا يكفي ويوفي هكا يكفي وهذه تبدا عائله ما تبدا صغيره كي جديده ومع رايس جدد ما يكفيهم بزيد وحتى كي يجيو مضيف ما يحصلوش معناتها هاكا قال لكم اللي باش تجهز روحها عندها شنو تاخو واللي تحب تزين كوجينتها وتدلل روحها وتطيب في معون هكا يشرهك على التصنيف ما عليك تمشي تاخو سيرفيس دو لا مارك او ام اس. دونك كيما قلت لكم السيرفيس هذايا متكون من 19 قطعة والسوم نتاعو 449 دينار أكاهو بلي يا شيف يبدا عندنا سيرفيس دو لا مارك أو إم إس و 100% غرانيت وفي 19 قطعة و 449 دينار أكاهو إش قولك في هذايا أفار ولا مش أفار؟ هو أفار كبير ياسر كان تزيد تكمل أنت الأفار كان تنجم تقولي نجم نخلصوا بشوية ولا تولي أفار أكثر من الأفار على كي الدب ويخمم في الناس الكل ويحب الناس الكل يكونوا فرحانين وعندهم السيرفيس هذايا يدلوا به رواحهم. دونك تنجموا تقسموا المبلغ اللي هو 449 دينار
هكا هو على أقساط المدة 9 شهور. المدة 9 شهور تنجم تخلص في عقل عقلك وتود روحك بأحسن حاجة معون كما هذية، جودة عالية وجودة مضمونة، يطيب ماكلة بنينة وصحية وفي وقت سريع. دونك ما عليكم كان تتصلوا بينا على الأرقام اللي تلقاوها موجودة أسفل الشاشة باش تعديوا الكوموند متاعكم، وتنجموا زيدة تبعثونا ميساج على فاش فيسبوك الدبو. دونك نذكركم فاش فيسبوك الدبو. وكيف كيف إذا تحبوا تزيدوا تشوفوا الارتيكل الآخرين وإلا تزيدوا تثبتوا من السيرفيس هذية، تنجموا تزوروا الموقع متاعنا الدبو.تين. نحب نقول لكم اللي لافار هذية راهو يجيكم من باب الدار. نحب نقول لكم اللي لافار هذية المتكون من 19 قطعة والمتوفر في 3 ألوان اللي هما الروز والبرونز والروج بوردو. دونك هذايا نخليوك نرضي الاذواق الكل، اللي تحب اي لون تلقاه متوفر عندنا في الدبو. والافار هذايا كيما قلت لكم يجيكم لباب الدار، لا تعب روحك ولا تشقي روحك. نعرفوا كورونا والناس الكل ما تحبش تخرج، خممنا فيكم وباش نوصلوا لكم السيرفيس لباب الدار وغراتويتمون زاده. حاب نفكركم 19 قطعه دولا مارك او ام اس ب 449 دينار مع امكانيه التقسيط لمده 9 شهور، ويوصل لك الباب الدار وبلاش زاده. افار كيما هذايا من الدبو ما يتفلتش هكا ولا. دونك تابعونا باش تزيدوا تشوفوا افاريات جديده. انت الحره بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معونه كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوفه معنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق ليك والباقي العايلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS Cuisiner autrement.